الخير يا حبيبي. صباح النور. ايه مالك؟ بفكر ازاي ننفد بجلدنا من الكابوس اللي احنا فيه ده. ودمك اللي راح هدر مالوش تمن؟ انا مش عاوز حاجة. لا لا خلاص، احنا دقنا طعم العز ومش ممكن هنرجع للفقر تاني، عشان كده لازم نفكر ونخطط. طول ما المنجلاوي ده موجود مش هيدينا فرصة نرفع راسنا ابدا. انت بتفكري في ايه يا نرجس؟ نخلص على المنجلاوي. تجرى عليك حاجة؟ ده احنا لحمة كفنا بالخير. ما هو طول ما هو عايش مش هنشوف خير، هيفضل بارك على نفسنا عشان نفضل تحت رجليه. هو حصل حاجة من المنجلاوي؟ كشف ورقنا وبوظ لنا مشروعنا وكان هيضيعك. انت عارف يعني ايه تضيع يا سيد؟ يعني انا اضيع يا سيد؟ يعني انا اضيع؟ احنا اللي غلطانين يا نرجس، احنا اللي طمعنا وكنا عاوزين نكبر بسرعة. نرجس، اذا كنت مش عاوزة ترجعي للفقر تاني لازم نمشي امورنا مع المنجلاوي ونحاول نرضيه. بلاش تحاولي تمسكي النجوم بايديك، مش كده يا نرجس؟ امال سيد فين؟ اتفضل يا اشرف بيه. دخل الحاجات دي جوه يا سنار. ها؟ امر. سنار. ابقى كلمني بكره. عايزك. واكيد هتنبسط هناك. لسه شرفت يا اشرف بيه. كنت لسه بقول للسيد ان احنا نروح يوم الجمعه الفيوم نصطاد هناك ونحتفل كلنا بمناسبه شفاء. مش ده اللي كان نفسك فيه من زمان يا سيد؟ كتر خيرك يا اشرف بيه. بقول لك يا سيد، انا هحافظ عليك بكره، نروح البنك سوا، افتح لك حساب هناك، احط لك فيه نصيبك من العمليه اللي ضاعت. انا مش عاوزك تظلم نفسك بسبب يا اشرف بيه. ما تقولش الكلام ده يا سيد، ما تنساش انك عرضت نفسك وحياتك للخطر علشان. الله الله الله، اللي يسمعك كده اشرف بيه يقول ان السيد لوحده اللي عرض حياته للخطر. وانت اللي يسمعك يا سناره ما يقولش انك طالع واكل الناس الواكل، مع انها اول مره رصاصتك تطيش وتكون السبب في ان حياتنا تبقى معرضه للخطر. خطر؟ ليه اشرف بيه؟ واحد من اللي ضربهم سناره بالرصاص نقلوه المستشفى ولسه فيه الروح، محدش عارف اذا كان هيخف ولا ربنا هيفتكره ونجينا. ها؟ استأذن انا بقى. ما تنساش يا سيد ميعادنا، هفوت عليك بكره عشان اروح البنك. مع السلامة يا اشرف بيه. مع السلامة يا نرجس هاني. طيب من هنا يا ابو سيد.